مرحبا، كل عام وانتم بخير. رمضان قرب واليوم رح نعمل هلال رمضان بالمكرمة مني. نقيت شكل بسيط كتير ويعني ان شاء الله يعجبكم. حنبلش، جبت تقريبا هلال خشب، فينا نقول مقاسه انه 30 او يعني 27 بالطول كطول، وبلشت لف عليه حبل المكرمية مثل ما يكون شايفين. بنكون خلصنا لف الهلال كلياته. بنبلش نعلق الحبال لنشتغل من تحت. علقت 5 حبال بطول 3 امتار، طبعا قسمت الحبل بالنص وعلقته على الهلال من تحت. Thank you.
واحد منهم فقط، هيك بيعطي شوية كلاسيكية للهلال وحب تكون كتير كتير مجموعة. وهلأ عم بعمل أول عدة برميل، كتير سهلة وبسيطة، نلف الحبل ونلفه ثلاث مرات، واحدة اثنين ثلاثة ومنشده. فينا نشد من فوق من تحت، وفينا نشد بس من تحت. نعمل عقدة البرميل على الجهة اليمينية مثل ما عملناها على جهة الشمال، وهيك حيكون معنا الشكل النهائي للهلال. إن شاء الله يكون عجبكم، وكل عام وأنتم بألف خير.